ما مدى قانونية دعوى مقتدى الصدر لحل البرلمان؟ أحيي القناة التاسعة. العزيز، ما يقوم به التيار الصدري أو بالتحديد مقتدى الصدر بدعوة مجلس القضاء إلى النقض في عملية حل مجلس النواب، فمجلس القضاء لم يكن بعيدا عن المناكفات التي جرت ما بين التيار الصدري والإطار التي يتزعمه نور المالكي، فقد اتخذ مجلس القضاء عدة قرارات اعتبرها التيار الصدري ومراقبون آخرون بأن هذه القرارات تعمل صالح الإطار، وهي التي شكلت العقبة في تشكيل الحكومة، باعتبار كان التيار الصدري قبل انسحابه من مجلس النواب كان يشكل الأغلبية بالإضافة إلى حلفائه. ولكن هذا القرار الذي صدر من مجلس القضاء الأعلى باعتبار أن يجب أن تكون الحكومة مشكلة من قبل الثلثين أو التوافق على الثلثين من أعضاء مجلس النواب بالرقم الكامل الذي هو كان 329، فقد أخفق التيار الصدري في تحقيق هذا الرقم في كثير من في جلسة أو جلستين دعا إليها. لذلك حاول اليوم التيار الصدري ومقتدى الصدر إقحام مجلس القضاء الأعلى في رؤية قانونية لحل مجلس النواب. نعم. مجلس القضاء قد رد قبل يوم واحد أو بعد ساعة من إعلان مقتدى الصدر دعوته لمجلس القضاء باتخاذ قرار حل مجلس النواب بأنه لا يملك السلطات ولا يملك التخويل لا وفق الدستور ولا وفق القوانين لحل مجلس النواب. لذلك أرى أن عملية المناكفات وما يجري ما بين الغريمين التيار الصدري والإطار ستستمر لفترة أخرى مثلما استمرت لمدة 10 أشهر. كان الإطار التنسيقي يضع العراقيل أمام مقتدى الصدر في أو كتلته في تشكيل الحكومة.